طويلة. توصل الوفد الجزائري بالبقاع المقدسة إلى كراء الفنادق بمكة المكرمة بسعر 5370 ريال، الذي يقل عن أسعار الموسم الفارط بأكثر من 400 ريال. التقرير لإكرام طيباوي. في الوقت الذي تعرف فيه أسعار الفنادق بالبقاع المقدسة ارتفاعاً هذه السنة، توصل أعضاء الوفد التحضيري بمكة المكرمة إلى كراء الفنادق التي سيقيم بها الحجاج الجزائريون بسعر أقل من الموسم السابق بفارق أزيد من 400 ريال. وإذا اعتبرنا أن أسعار الفنادق ارتفعت ب 500 ريال هذه السنة، فإن تفاوض الوفد الجزائري يكون قد وفر لمبيت الحجاج بمكة حوالي 900 ريال للسرير. المفاوضات التي انطلقت منذ أيام لا تزال مستمرة، فالتحضير جار لاختيار أحسن شركات الإعاشة لإطعام الحجاج الميامين وفق دفتر الشروط الذي أكد على جودة وموافقة الأطباق للذوق الجزائري، بالإضافة إلى اختيار الفنادق بالمدينة المنورة ثم التفاوض على الخدمات بالمشاعر المقدسة كمرحلة أخيرة. معي عبر الهاتف من البقاع المقدسة كريم أيابا، مدير وكالة سياحية خاصة مسؤولة عن تنظيم موسم حج 2017. كريم أيابا مرحبا. سلام الله عليكم من أرض طيبة المباركة من المدينة المنورة، أحييكم وأحيي متتبعي ومشاهدي وكل أقلام قناة النهار. شكرا. طيب، حسب آخر الأخبار الأسعار تقل، أسعار كراء الفنادق تقل عن الأسعار خلال المواسم الماضية بأكثر من 400 ريال. هل هذا يعني أن تكاليف الحج هذا الموسم ستكون أقل من المواسم الماضية؟ أكيد طبعا، هي تكاليف الحج لن تكون أقل من السنة الماضية، ولكن ستحافظ على نفس تتراوح مثل السنة الماضية أو أزيد بقليل. لماذا؟ لا تنسوا فارق الدينار. صحيح، فارق الدينار الذي هو الذي سيصنع الفارق أيضا. يعني مهما يعني هم بارك الله فيهم اللجنة كانوا شاطرين، يعني تحية نحييهم. في وقت الأسعار ارتفعت في مكة والمدينة في وقت الأسعار ارتفعت، ولكن تحصلوا على عمائر وعلى فنادق محترمة جدا مصنفة في الألف بأسعار أقل من السنة الماضية. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص أعضاء البعثة وخاصة لجنة المفاوضات، لجنة المفاوضات التي يترأسها الأمين العام للوزارة، حرصهم على دراهم الجزائريين. فيما يخص الفنادق، فيما يخص الفنادق التي تم كراءها للجزائريين، ترى أنها فنادق قريبة من الحرم أفضل من الموسم الماضي؟ من ناحية أنها أفضل من الموسم الماضي فهي أفضل من الموسم. لماذا؟ لأنها كانت لأنها جاية في مناطق مختلفة. دير بليلة معروف، والمسفلة إبراهيم الخليل معروفة أيضا، وما فيش لا طلعة ولا هبطة، لا وفنادق كبيرة، والشركات العمرة متعودة تأجر فيها للعمرة، يعني الشركات السياحية متعودة أنها تأجر فيها للعمرة لزبائنها. فكانت خطة ذكية صراحة من أعضاء اللجنة أنهم اقتنوا هذه الفنادق. طيب، أرغمونا أقول هذه هنا للإشارة، هذه حتى نحن الوكالات السياحية، يعني اللجنة كيفاش عملوا، لجنة المعاينة صنفت الفنادق ألف زائد، ألف بلس، أ بلس، أ بي بلس، بي. بما أن البعثة أخذت فنادق مصنفة في الألف وألف زائد، يعني الأ بلس أ، أصبح لزاما علينا نحن الوكالات السياحية أن لن ننزل من المرتبة ألف. طيب، هذا هو الشيء اللي خلى بعض الوكالات السياحية أن راحت بعد ما تفاهمت على فنادق وقدمت عروض على فنادق، بالعكس راحت رجعت واجتهدت
وجابت فنادق احسن من الاولى التي عرضتها على اللجنه. طيب فيما يخص صراحه فيما يخص خدمات طيب فيما يخص خدمات الاعاشه والخدمات الاخرى، هل تم الاتفاق او هل انتهت المفاوضات مع المتعاملين السعوديين بالكامل؟ بالنسبه للاعاشه وكان امرا مقضيا بفارق 3 ريالات على السنه اللي فاتت. يعني مشكورين ايضا بالنسبه للاعاشه جابوها ب 23 ريال يعطيهم الصحه. النقل ايضا وكان امرا مقضيا مع تعاقدوا مع مؤسسه قرطاج للنقل. باصات يعني اقدم باص عندها او اقدم حافله عندها لا تقل عن سنه 2014. طيب جميل جدا. الان اللجنه متواجده ونحن كلنا طبعا متواجدون بالمدينه المنوره مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث الآن الأمس بالليل ابتدأت المفاوضات حول مع المتعاملين السعوديين حول عمائر المدينة المنورة. طيب كريم فقط لما نستمع على أنه تم يعني توفير ريالات مقارنة بالعام الفارط، كل الحجاج الجزائريين المقبلين على موسم حج 2017 يعتقدوا أنه تكلفة الحج ستقل مقارنة بالموسم الماضي، هل سيتم استغلال هذيك الفرق في الأموال مع الموسم الماضي في تحسين الخدمة؟ سيتم استغلال ذلك في تحسين الخدمة، ولكن هذا الفارق سيغطي الفرق ايضا في بين الدينار والدولار واليورو والريال السعودي في تراجع الدينار امام هذه العملات، سيغطي الفارق في تراجع هذه العملات. يعني ستكون زياده طفيفه ولن تكون زياده جنونيه في تكلفه الحج. شكرا شكرا جزيلا لك كريم ويابا مدير. والسنه هذه باذن الله يعني بالنسبة لنا نحن كشركة خاصة سيكون حج الكرامة الفعلي إن شاء الله. ومفاجأة من العيار الثقيل، ننتظر فقط الانتهاء من إمضاء العقود وستكون المفاجأة وحج الكرامة سيبتدأ معنا بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك كريم أيابا مدير وكالة سياحية خاصة.